متابعين معكم لقاءاتنا المباشرة على الهواء، وهلأ بسني رحب بجوال يزبك مديرة برنامج منتدى MIT المنطقة العربية. أهلا وسهلا فيك جوال. ميرسي سحر. نحن سوا اليوم لنحكي عن أهمية تشجيع المبادرة الفردية ضمن أطر ونطاق أوسع بالنسبة للبنان والعالم العربي، وصولا يمكن ربما بالمستقبل إلى العالم ككل. إذا بدنا نعرف المشاهدين شو يعني برنامج منتدى MIT للمنطقة العربية، شو منقلهم؟ أوكي. هو منتدى MIT للمنطقة العربية تأسس عام 2005، وهو تابع مباشرة لجامعة MIT الموجودة بأمريكا، أو ما تعرف بالماساتشوستس انستيتوت اوف تكنولوجي. والهدف الرئيسي من هذا المنتدى تشجيع المبادرة الفردية بلبنان والمنطقة العربية. نعم. نحن قلنا حوالي 5 سنين موجودين، وقلنا 5 سنين عندنا مشروع أساسي معروفين فيه، هو مسابقة MIT لأفضل خطة عمل بالعالم العربي، أو MIT Arab Business Plan Competition، يلي بتصير لرابع سنة بالتعاون مع مبادرات عبد اللطيف جميل الاجتماعية، وللسنة الأولى هو مبادرة مشتركة مع Global Innovation Through Science and Technology. والهدف الرئيسي من هيدي المسابقة هو تقديم الدعم واللوازم الضرورية مشان يساعد الشباب المبادر إن كان اللبناني ولا العربي إنه ينقل فكرته تتصير شركة لمرحلة التنفيذ، يعني إلى لمرحلة التنفيذ ويصير في عنده شركة مؤسسة. يعني هلأ نحن عم نحكي هون عن تشجيع المبادرة الفردية بلبنان وبالمناطق العربية انطلاقا من لبنان وصولا إلى المناطق العربية، وقد تشمل كمان المناطق العالمية إذا هالإكيب يلي عن جد عم بتجندوه ليشتغل ويعطي مبادرات فردية قدر يوصل، إذا قدر يوصل ممكن يوصل للعالمية، هيك بتكون تفسروا له صح؟ مزبوط. كم منتسب فيه لحديث هلأ؟ هلأ هي يلي بيصير صح، نحن كل سنة بنفتح الكمبيتيشن فور أبليكيشنز أو للطلبات. السنة الماضية وصلنا حوالي 4000 طلب من 17 بلد بالمنطقة العربية. ولما بنقول نحن 4000 طلب، الطلب نحن بنكون حاطين شرط إنه يكون الفريق مؤلف من أقل شيء 3 أشخاص، يعني إذا نضرب 4000 بـ3 نحن حوالي 12000 مبادر فردي بالعالم العربي. إذا بدك 12000 شخص عنده فكرة وحابب ينقلها لمرحلة التنفيذ وبالتالي يأسس شركة. طيب شو الشروط؟ يعني هلأ اللي عم بيسمعونا طبعا بدون يطرحوا سؤال على نفسهم، شو الشروط؟ هل ممكن أنا أكون بين هالأكيب؟ هل ممكن ما أكون بين شو الشروط للمنتسب إذا صح التعبير؟ أوكي. طيب واحد يقدم مفروض يكون عنده فكرة، هيدا أهم شيء، والفكرة تكون بده يبلشها ببلد من البلدان العربية، بس يكون عنده القدرة على التوسع بعدين. يعني أنا بلشت بلبنان، بعد 2 3 سنين حابب أفتح فرع مثلا بالأردن، بسوريا. إيه بس بمعنى التوسع المادي عم تقصدي جوال؟ توسع الجيوغرافي in terms of market. إيه بس أنه هو يكون ماديا فيه يتوسع؟ أكيد هو يقدر، يعني هي للسوق يلي لازم يقدر يتوسع. يعني قلت لك إذا بلش ببلد من مثل لبنان يكون عنده أهداف أو يكون عنده بلان إنه يتوسع لبرا، بس من ناحية المسار نحن بنساعده. يعني كله هيدا الدعم واللوازم مثل ما قلت لك، هو هدف المسابقة إنه نحن نقدم لهم الدعم الضروري. يعني أنتم بتقدموا لهم اللوازم للوصول إلى مرحلة التنفيذ. مزبوط. بس كفكرة لما بده يقدم لازم يكون عنده البوتنشل أو القدرة هي على انه تتوسع. الشرط الثاني انه لازم يقدموا كفريق، سبق وذكرت لانه كثير بهمنا انه نشتغل على المنتاليتي، انه بتعرفي شوي بالمنطقه العربيه عندنا اياها هيك شوي وان مان شو، يعني هو شخص واحد هيدي فكرته وهو بده يفتح الشركه وهو الاونر وما حدا غيره ممكن يفوت معه. لا، نحن عم نجرب شوي تو شيفت ذس منتاليتي، انه لما بتغيره شخصين 3 الادد فاليو على المشروع بيكون مختلف وبيكون عنده نسبه نجاح اعلى. طيب جوال، يعني نحن عم نشتغل على تغيير الفكر الإنساني وصولا لأمر بيقدروا يعملوه مجموعة ويكون ناجح 100%. بس أنا بدي ذكرك أنه نحن عنا مثل بيقولوا كلهم، بيقولوا الشركة تركي. انه اللي بيكون دايما فايت بشركه مع حدا اكيد بده يترك، او اكيد شغله مش حيوصل للخواتيم، او اكيد بده يفشل. يعني انتم جايين لتغيروا الصوره، لتقلبوا الصوره راسا على عقب، بتقولوا لا بالعكس، اذا 3 اجتمعوا او 2 او ما الى هنالك بيقدروا يغيروا. اكيد، ونسبه النجاح بتكون اعلى بكثير، لانه سحر خلينا نفكر فيها. يعني انت اذا بدك تاخذ الديفرنت اسبيكتس تبع الحياه للبزنس، يعني عندك شخص لازم يكون بيعرف فاينانس، عندك شخص لازم يكون بيعرف
الماركتينج، شخص يكون بيعرف تكنيكال. انت برايك هودي القصص لثلاثه مثلا بيقدروا ينوجدوا بشخص واحد، مش اذا كانوا موجودين بثلاث اشخاص وشخص كل واحد اكسبرت بهذا بكل طرف من هال الاطراف اللي ذكرتها، بحس الشركه بيكون عندها نسبه نجاح اعلى بكثير، فلما نعم. بيكونوا ديفنتلي لما بيكونوا بتيم افضل بكثير. طيب هل ضروري يكون عنده اللي بده ينتسب لكم روح الابتكار، روح اختراع امور جديده اذا بدك، قدره على التوسع، قدره على افكار جديده، هل هالامور هي من صلب العناوين الرئيسيه اللي بتطلبوها بشخص بده ينتسب لكم؟ مزبوط، هي في معايير نحن مثل ما قلت لك انه لازم يكون عم بيقدم كفريق، ولكن كرمال يكون نقدر نختار نحن فكرته لهيدا الشخص وبعدين نقدر نقدم له اللوازم يلي هي التريننج والى اخره بالمرحله المتقدمه. المفروض الفكره اللي يكون عم بيقدم يكون فيها نوع من الابتكار او الانوفيشن. نعم. بس بالابتكار ما بعني بس تكنولوجيا، يعني هيدا الشيء كثير مهم. نحن بنستقبل طلبات بكل الاندستريز اذا بدك، يعني فيها تكون زراعه، فيها تكون صحة، فيها تكون تعليم، إلى آخره. المعيار الثاني هو السكيلابيليتي أو القدرة على التوسع، مثل ما حكينا منبلش ببلد من المنطقة العربية بس يكون في عنا خطة أنه نحن ننتقل للمنطقة العربية أجمع، وبعدين يكون عنا القدرة على ننافس بالعالم كله. والنقطة الثالثة هي التأثير الإيجابي على المجتمع، يعني مثلا المشروع إذا شوي بيهتم بالإنفايرمنت عنده إذا بدك possibility أنه ينجح معنا أكثر، أو إذا بدك التعليم، أو عنده كمان تأثير على الصحة، فهيك نوع مشاريع عندها نسبة نجاح أكبر. جوال، بس تحكوا بأطر المنافسة، عم نحكي عن منافسة شريفة طبعا، نحن ما بدنا ندمر الجروب الثاني لنقدر نحن نوصل. شو الصعوبات يلي بتلاقوها ضمن هالمضمار؟ يعني كل واحد بده ينافس ليوصل، ما اختلفنا، كل واحد بده يبين قدراته وقد ايه في يعطي وقد ايه في يتطور، ما اختلفنا، بس كيف انتم فيكم اذا بدك تضبطوا ايقاع هالمجموعات يلي عم تتنافس بين بعضها؟ ليكي سحر، هي التنافس اجمالا بين الفريق هو شوي اذا بدك يعني بتاخذوها كثير بروح رياضيه، وبيكونوا يعني العالم فايتين اذا بدك على التريننج اللي نحن عم نعمله بطريقه انه كل واحد عنده فكرته الخاصه، وكل واحد جاي هون يشتغل انه ينميها، والكل عارف فايت انه انا جاي عند MIT استفيد منهم وبدون عندي شيء. لازم اكون كثير صريح معهم، خبرهم عن فكرتي شو هي، عرفت؟ يعني اجمالا بيبقى عندهم خوف انه ما بدي اخبر عن فكرتي لانه بياخذوا لي اياها، ولكن نحن لما بنختار 50 فكره تنعمل لهم تريننج، كل واحد عنده ميزه بفكرته، وبنجرب نفسر لهم انه في كثير افكار، ولكن هي ما بتوقف هون الشغله، هي بتوقف عند القدره على التنفيذ، يعني التنفيذ اهم شيء، سو اذا عرف لك فكرتك او اذا فكرتك قريبه لفكرته هذا كله ما بيفرق، مهم التنفيذ، يعني اخر النهار هو الشخص اللي بيوصل انه ياسس شركته. طبيعي. مش بس شو الصعوبات، شو التحديات يلي لحديت هلا انتم اذا بدك وصلتوا لها او عم بتحسوا فيها او عم تلمسوها انه هيدي الامور لازم نلاقي لها حل لنقدر نتابع ونعطي نتيجه الى الامام؟ من اي ناحيه؟ بس من ناحيه الاكيبات، يعني مثلا انت قلتي لي انه بيكونوا ثلاثه ثلاثه عم يشتغلوا على مزبوط. بعض. طيب اكيد في صعوبات، اكيد في امور اوقات بتوصلوا قدامها يعني بدها حل. شو اكثر شيء حسيتوا بهالمضمار؟ في صعوبات، في اشياء لازم نزللها من قدامنا لنقدر نكفي بهالمشروع؟ ليكي سحر، هو اجمالا ليكي ما في شيء بيوقف بوجه الشغف الانتربرور اللي عنده اياه، يعني صدقيني حتى يمكن بيكونوا ثلاث ارباعهم بيشتغلوا وكلهم عارفين انه ات سام بوينت بعد ست اشهر او ثمان اشهر بدهم يتركوا شغلهم كرمال يكملوا بالفكره. يعني لما بتجي بتقولي لي الصعوبات، بالنسبه لهم ما في ولا صعوبه، هو اهم شيء الشغف يلي عندهم واللي بضل مخليهم يكملوا، حتى لو ات سام بوينت وقف حدا وقال لهم انتم شو عم تجربوا تعملوا؟ كثير ريسكي، ولو انت عم موظف ببنك وعندك عائله ومأمن وكل شيء، انه شو عم تجرب تعمل هلا بهيدي الفكره وات ايفر؟ هن ما بيسمعوا للغير، عندهم هيدا الشغف يلي جوات اللي بخليهم يكملوا. سو ان ترمز اوف صعوبات ابدا ما بنواجه ولا يعني ما هيدا الشيء ما بيوقف بوجه الانتربرنور. طيب خلينا نعرف مين بيقدر ينضم لكم،
مين بيقدر يكون ضمن هالإكيب يلي عم تحكينا عنه بشغف وحمستينا جوال، مش بس عم تحكينا عنه بشغف، حمستينا عن جد يعني طريقتك وحوارك وهيك، بعرف قد ايه انت محمسه لهالمشروع وعارفه انه بده يوصل الى الامام، لان اذا الواحد كان محمس ومش ضامن النتيجه بتحسي هيك شوي داون، انت لا عارفه لوين بدك توصلي وهيدا الحلو فيكي. يعني مين بيقدر هلا ينضم لكم؟ هل بعد في مجال حدا ينضم لكم؟ شو الشروط اذا بدك؟ حيلا شخص عنده فكره وحابب ينقلها لمرحله التنفيذ وبالتالي يفتح شركته، مفروض يقدم على الام اي تي ارب بزنس بلان كومبيتيشن. عندنا ويب سايت اللي هو www.mitarabcompetition.com. نحن عم نستقبل طلبات من هلا ل جانوري 10 2012، وتقريبا بعد عنا اقل من شهر المفروض يروح على الويب سايت وبيعبي استماره مؤلفه من 18 سؤال. هول 18 سؤال شوي بنساله مثلا تناخذ فكره عموميه عن شو هو، عن مشروعه يلي حاطه براسه، مثلا بنسال اسئله عن وين نقطه الابتكار يلي بشركتك، القدره على التوسع، بعد 3 سنين وين بتلاقي حالك، مين المنافسه وكيف انت بتفرق حالك عن المنافسه. عرفت هود النقاط الكتير الاساسيه مشان نحن بعدين من بعد ما بيوصلنا كل الطلبات ننقي افضل 50 طلب. هود الافضل 50 بنعمل لهم تريننج، تريننج على يومين كيف فيك تطبخ خطه عمل، لانه مثل ما قلت لك انه بيكونوا مقدمين كفكره، مهم هلا يكون عندهم خطه عمل. من بعد ما بيقدموا خطة العمل بننقي أفضل 12 فريق، أفضل 12 فريق بيرجع بينعمل لهم التريننج، وهون بالتعاون مع شركة بوز أند كومباني بنعلمهم كيف يقدموا مشروعهم قدام لجنة من المستثمرين، لأنه كمان بنهاية المطاف في عندنا 50,000 دولار ناطرتهم، ولكن كمان رح يكونوا عم بيتقابلوا مع مستثمرين، لازم يعرفوا يحكوا ويعرفوا يقنعوهم بمشروعهم تقدر المستثمر يحط معهم المصاري. نعم. عم تقولي شيء؟ ايه ما بقى عنا ايه بس ما بقى عنا وقت، بس كنت قلت لانه عم بتقولي لانه كثير محمس وهيك بتقولي انه نحن قلنا 5 سنين بنعملها وعن جد في عنا امباكت او اذا بدك عنا تاثير على على المبادره الفرديه بلبنان. يعني بقدر خبرك عن الوينرز اللي ربحوا السنين اللي قبل، يلي هلا مثل عنا ليتل انجينير اللي ربحت بال 2009 هلا رجعت تقدمت على كومبيتيشن ثانيه وربحتها، هي كومبيتيشن عالميه. سو لما بقول انه نحن بنقدم اللوازم يلي ضروريه مشان خليهم يحققوا احلامهم، فنحن رح نحقق لهم احلامهم. جوال يزبك مديره برنامج منتدى ام اي تي المنطقه العربيه، شكرا جزيلا لحضورك معنا، وان شاء الله ان شاء الله انه دائما تحسوا هالاكيب عم بيكبر اكثر واكثر وصولا الى العالميه. شكرا صحيح. شكرا لحضورك. نحن هلا بنتوقف مع بريك صغير بنرجع بنتابع، خليكم معنا.